لسه مكملين مع حضراتكم أخبارنا النهاردة، وهنتكلم عن احتفالية كبيرة هينظمها المجلس القومي للمرأة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو الخميس القادم بمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية بتحمل علامة تجارية في مصر، وهي حرفة التلي السوهيجي. الحقيقة الاحتفالية مهمة جدا، تأتي في إطار ختام المشروع الرائد للملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في مصر، قطاع حرفة التلي في سوهاج. الحقيقة أنه هذه الحرفة وهذه الاحتفالية بينفذها المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المنظمة اللي بتستهدف السيدات العاملات في هذه الحرفة التراثية المهمة الحقيقة للغاية في جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر من خلال ضيفتي عبر الهاتف الأستاذة مي محمود، مديرة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة. برحب بحضرتك معانا، كل عام وانتي بخير. كلمينا عن الاستعدادات الخاصة بتسجيل أول حرفة تراثية للتلي السوهاجي. الحقيقة دي نقدر نعتبرها حدث، أنه حرفة تراثية بهذا الشكل تعتمد كبراند، يعني كعلامة تجارية. اهلا وسهلا بحضرتك. بالظبط، يعني احنا الحقيقه يعني حرصنا على تسجيل العلامه التجاريه الجماعيه للحفاظ طبعا على تراث التلي، لان هو يعني حرفه من الحاجات يعني التراثيه اللي دل على وليها موتيفات بتدل على تراث مصر من زمان، وليها وكل موتيفه من الموتيفات ليها حكايه. فاحنا يعني حرصنا على ده مع طبعا مكتب العلامات التجاريه، وان احنا نعمل الخطوات كلها الرسميه للحفاظ على هذه الحرفه وعلى الموهبه العظيمه اللي بيمتلكها السيدات في سوهاج. طب كلمينا اكتر استاذه مي عن جهود المجلس القومي للمراه لتدريب السيدات في سوهاج على حرفه التلي، وايه حكايه انه سوهاج خاصه هي المشهوره بهذه الحرفه؟ هي سوهاج مشهوره بالحرفه دي لانها يعني هي انشئت في جزيره شندويل بمحافظه سوهاج. ده كان بدايه تاريخ حرفه التلي، وكان الموتيفات بتاعتها في موتيفة بتدل على اول يوم في الـ في الـ في, الـ في العرس في الافراح، في موتيفة بتدل على لو في مثلا عزا، كل موتيفة من الموتيفات بتدل على وليها تاريخ وليها قصه. احنا في المجلس احنا بنشتغل في جزيره شندويل من مشروع كان بادئ في 2006 اللي هو المرأة حافظة التراث، وكنا من خلاله مع منظمة اليونسكو بنسجل كل الموتيفات في كتاب، وما كانش بس الموتيفة التلي بس، كنا بنشتغل كمان على الكيناوي والكيوي. فاحنا يعني بادئين ده من 2006، اشتغلنا مع السيدات هناك ودربناهم وعملنا تصميمات جديدة بنفس طبعا الموتيفات، بالحفاظ على الموتيفات بس، حاجات بتواكب العصر. وبقى عندنا مجموعات انتاجية كتير هناك بقيادة بعض السيدات طبعا يعني اللي هم بيقودوا الحرفة. فاحنا يعني شغالين مع السيدات في التدريبات دي وتطوير المنتج بجودة بقى باحترافية من 2006. وبنشتغل ده برضه في اطار المشروع القومي لتنميه الاردن المصريه وحياه كريمه. يعني احنا مدخلين حفظ التراث والتدريبات الحرفيه في كل المشاريع اللي احنا شغالين عليها تحت محور التمكين الاقتصادي. طب كلميني استاذه مي عن نجاح المشروع في تمكين رائدات الاعمال في محافظه سوهاج من الانتفاع بالملكيه الفكريه وتسهيل مساله مشاركتهم في الاسواق الوطنيه والدوليه من خلال هذه الحرفه الهامه حرفه التلي. احنا بدأناه بان احنا نشوف ايه الاحتياجات وايه
التحديات اللي السيدات بيقابلوها في المنطقة. بعد ما حددنا الاحتياجات دي ابتدينا في التدخلات، ان احنا نرسم التدخلات عبارة عن ايه. وطبعا ابتدت في توعية عن فكرة الملكية الفكرية والعلامة التجارية. طبعا حدث مهم جدا الحقيقة، وطبعا هنواكب متابعته خلال الأيام والأسابيع القادمة. فكرة يعني إطلاق علامة تجارية في مصر لحرفة التلي. أنا بشكرك طبعا شكرا جزيلا على هذه المداخلة أستاذة مي محمود، مديرة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة.